شركة خامسلها يقولها وسيرادة بنتلان أو شرقودو من أي مدحوينها بنتلان دكتر سعيد عبد الله دني أيها تضبات كان لوغها اللي أمني قا أنسحين تحير كقنين كقبدها يحير كدر وغدا حالة كوفيد سقالي يتمن أي بنتلان بس ماها بنقي قال كعيو يسامين تأي حق بلد بنتلان كلكو صوي الله دي كلانكو وحبناك كلها اللي ورفديان كافيان كحكومة بنتلان جامع يوسف جامع دبراني بسم الله الرحمن الرحيم مانتا او خميسة طبان كابيش اللي حاد لبادا كون لباتان يكو مدحوين ها دولة بنتلان مدان سعيد عبدالله داني وحاو شرق دومية شركة تضبال الله يقولها وزيرة اي دولة بنتلان او تضبات كان كوك ابصومي هولكا عصوب اي شراركا اي حبناها قولها وزيرة لوغو تلقى لها يكويا اللي مدحتو يدا شركة او كاقب قلي مدحوين اكو حقينكا دولة دا مدان احمد علمي عثمان كراش وحلوغاها اللي قضباي كميديهين امنيقا قودة بنتلان وادو واناكسن يهرو مرادا لنعا امنيقا السعودة حالد دا كدلتي مصامين تكدلتي اي حاي ديگان ندا بنتلان حالد دا حنونكا كوفيد 19 ديگان ندا بنتلان يهبس من سعودكا قادة شادة تلالكا وسيو ناكسن يدو سعودة ودبعا وزارة دا عافيماتكو اي كور بحيسي الشركة وهاي وزارة عدالة ويسو قد بسي حيرركا قدنينكا قبلها يو حيركا دروغدا دود يو فلانقين ليركا ديبنا حيركا قدنينكا قبلها يو حيركا دروغدا أي عود أغلبية لكو أنسحيين حبناها قولها وزيرة دولة بنتلان شركة أنت وسعودية طبعاً وحا سيدوك على لقاها اللي قدهان باهورو مرادة لنعا وناكسان ايكا سعودة دالكا يدو تضبات كان هدى قدن بي دولة دو ودي دردرقلين تايين تا دهايدها يحرمها الدولة دا وحادوك سونتهين إن مدحوينها وبيرقلين ايا هيرقلين تا نظام كدم قرادية دا وسكر ديوان قريي قرنو halkaasii si uu mustaqbalka dhow ee doorashada golayaasha deegaanka hal cod iyo hal qof uu uga codeeyo waxa ay ogsoontiin inuu qarno ku soo xiray toobarkii ciidamada Itoobiya ka tirsan ciidamada booliska iyo ciidamada daraawishta waxaad sidoo kale ogsoontiin inuu xariga ka jaray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey maanta xarunta wasaaradda deegaanka madaxweynuhu waxa uu isla todobaadkan dhagax dhigay عشان وضو صب ولامية ولقى هرجلينيو مجال هذا عاصمة ده جروة وحوساك سيدو كلا ودق حد جاي نسمها عصب لبسو كرجلينيو وزارة مالية ده نسمها سي أو وكوش عندنا وحيها مالية ده وقاب سن دخلها وحنا قريب كتاي دمان مشاريع إذا يهرو مرضى السعودة أو جودهام ببنتلان ودنك السعودة وحكم إذا سيدو كلا إن لا ده فري ويجي إلا بعد نسمها جرانك ديار ده هاي بوساسو جودهام ببنتلان horumarkii iyo waliba balanqaadkii madaxweynaha ee dhinaca yoolasha uu ku hirgeliyay Puntland oo ay ugu horeysay tayinta ciidamada iyo toobaradooda hufnaanta maaliyadda tashiilka maaliyadda diiwaangelinta shaqaalaha hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee taariikhiga ah iyo arrimo badan oo socday ayaa haatan oo bilowgiiba madaxweynuhu markii la doortay oo ku ka dhaqaaqay kuna hawlgeliyay golayaashiisa kala duwan ee dawladda ayaa hadda waxa muuqata in mareheedii la guranayo taas ay qayb ka yihiin dhismayaasha iyo horumarka socda aad iyo aad baad u mahadsantiin Fagaande Cabdi Cumar Television ka saab magaalada Garoowe.